الفقرة وش؟ كل واحد يسأل إيه؟ الثاني سؤال قوي، اللي يرفض يحكم على الثاني بالجلد بسرعة. السؤال الأول طبعا اختيارات، الحين تختارون، أنت تختار ذا ولا ذا؟ هذا هذا لا هذا، خلاص أنت ذا، أنت السؤال الأول. أنا كل أنا مزاج حط هذا السؤال. لا أنت تسأل أبو فقر، معك 5 أسئلة، سؤال سكيب 4 أسئلة تجاوب عليها غصب عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. من سيربح بالسؤال؟ عزيز عطى السؤال. السؤال الأول يا مسعود. تكفى يا عزيز اجد. خفة الدم موهبة من الله عز وجل، ليه تتصنعها؟ خفة الدم موهبة من الله عز وجل، ليه تتصنعها؟ عن خير السؤال. أنت كوميدي، تصنع الكوميدية ولا كوميدي من الله؟ أنت تشوف. أنا لو عندي إجابة ما سألتك. أنت كم معك؟ حمار أنت، جاوب. قل لا خلاص. كتب. سؤالك خايس. جيب واحد ثاني. خايس لأنه يتهرب. وش اللي يتهرب؟ سؤالك. قولني أتصنعها، بقول لك أتصنعها يا غبي. إي يعني حلو، يتصنع بس ما يبي يقول. خلاص شكرا. شوف الفقرة ناجح ولا شيء، شوف الجدال اللي بينهم. ترك الهوا، أنتوا خليه يسني. يلا عاد. دي محمد. فصوتك. عزيز محمد، قاعد تمر الأيام في ضغوطات قوية حيل، ما هي؟ هل تقدر تفصح عنها؟ أحمد بالله عطى على عينه، تكفى. لا ممكن الصغر السؤال. سؤال، شنو سؤال؟ أحمد محمد. ماذا يدور في عقلك؟ ماذا؟ الواد هذا يطفي النور يحسبنا ما نسمعه. دقيقة يا أخي لا تسمع، دقيقة اسمع. خير حك الرطب من خلال ولا كان خلال. قل يعني في شيء مشغل بالك عقليا عقليتك حاليا، وش يا عزيز محمد؟ خلاص سمعت يا رجال. عزيز محمد اسلم عقليتك. لا تضحك، انا اتكلم معك صدق، لا تضحك، جاوبني، تفكر، لا تتهرب. دقيقه خليك جدي، لا عشان ما يضحك ترى. مو جاوب من اسبوع الجاي. اسبوعين وجاي ثلاث اسابيع. أسأل إيه عشان ما أدبج رئيس الغرب. قاعد تمر في ضغوطات نفسية، تقدر تفصح عنها؟ لا ضغوط عقلية. أبدخل مع عزيز في الفقرة. عندنا فقرة غصبية. أنا ليه اثنين أنتم وعزيز واحد. أشوفهم واحد يا عبد الله. الله يعزك. أنت تشوفنا واحد، حنا نشوفك شيء. لأنكم قريبين، لا تحس مني أدقك في الكلام، لأنكم على قلب واحد يا أخي، إيش فيك علي؟ وأنت لأنك قريب يعني لابس أبيض والكنبة أبيض ما أشوفك. يعني مو اني ولا شيء. لا والله انك انت اشياء.